بعد ما صار من الصعب على المواطن اللبناني انه يشتري اللحم والدجاج وحتى الاجبان بسبب ارتفاع الاسعار، من الطبيعي اللجوء لبديل اقل كلفه مثل الخضار والفواكه، ولكن بتبقى المشكله عدم قدره الوصول اليها بسبب تضخم الاسعار وتراجع القدره الشرائيه. فاسعار الخضار والفاكهه مش بس بتختلف بين سعر الجمله والمفرق، بل ايضا بتختلف بين منطقه واخرى. فرق كتير بين الاسعار عند المزارع مباشره ولما بدها توصل على المستهلك، اكيد هذا بيفرق السعر، لا لانه تقطع من عده مراحل. المزارع بده يوديها على سوق الخضره، بده يدفع نقله، بسوق الخضره بده يدفع كوميسيونه، بيعها لتاجر الجمله بده يبيعها لتاجر المفرق، تاجر المفرق بياخذها يحطها بيعرضها بالدكان وبده يبيعها. انا بقول لك في اصناف، في اصناف كثير بزيد سعرها مرتين عن، يعني بدوبل سعرها عن ما بتتاخذ من عند المزارع مباشره. انا بفضل المشتري يروح على الأسواق الشعبية قد ما فيه، لأنه البضاعة هي ذاتها ما بتتغير، بس هني بيضبطها شوي، بنقصها شوي، بيرفع لأسعارها أضعاف مضاعفة عن محل تاني. أمور عديدة بتتسبب بارتفاع أسعار الخضار والفاكهة. الحجة الأبرز هي ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، وبالتالي ارتفاع سعر المحروقات اللي رح تزيد كلفة الإنتاج والنقل. ولكن ولو انه الكلفة عالية، الاسعار اللي عم تنعرض على المستهلك مبالغ فيها وسبب جشع التجار ببعض الحالات. ايضا زيادة الطلب على الخضار ومحدودية الكميات المتوفرة حجة تانية لارتفاع الاسعار، وبالتالي بيضطر المزارعون الى الاستيراد من الخارج اي بالدولار فريش. خلصت المواسم الخضرة اللي بالجبل، بدها تنقل على الساحل، دايما بهالفترة الانتقالية بترتفع الأسعار شوي لأنه بتخف البضاعة. هيدا أول سبب. السبب الثاني واللي هو أهم شيء، غلى البترول، غلى المازوت، عم بيكلفنا كتير. النقل عم بيكلف 3000 4000 ليرة الكيلو نقل من البستان لسوق الخضرة مثلا. مصاريف العمال اليوم، اليد العاملة كتير غالية كمان، صارت قيمة المصاريف عم تطلع قد نص ثمن البضاعة. يظهر أنه تأقلم المزارع مع دولارة الأسعار ودولارة مصاريف وتكلفة الزراعة، فبعد ما كانت الأرض تنرهن ب$100 سابقاً، صارت تنرهن ب$400 مع ما يتبعها من مستلزمات زراعية ومحروقات وتكاليف نقل وري ويد عاملة. لذا من الضروري يكون القطاع الزراعي من صلب أولويات الدولة اللبنانية والعمل على دعمه من جهة، أيضاً من الضروري مراقبة الأسعار اللي عم يفرضوها التجار على المواطن من جهة أخرى. فإذا كان ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة مبرر، جشع وطمع بعض التجار عم يفرض أسعار خيالية، والضحية المستهلك اللبناني.